9/8/2023 إلنا 10 أيام بجمرك نصيب، وخمس أيام منهن ما دقينا مرش للسيارة، بعدنا واقفين على وقفتنا. فوق 1250 سيارة بالجمرك محملة بين شحن وبين برادات خضار وفواكه، وهذا السير واصل لبعد الهنقار للرمبة، لرمبة الكشف الله يفرجها على العباد. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي السيارات اللي متجهة باتجاه حدود جابر.